متابع سعر. ثمان فرق شاركت، منهم من يطل علينا عبر شاشات المحطات التلفزيونية، ومنهم من يكون خلف الكواليس. اليوم اجتمعوا على ملعب واحد، فريق تلفزيون الجزيرة، أو تي في، المنار، وقناة الجديد، فريق ملاعب شوت، فريق تلفزيون، وفريق الفنانين. شاركوا في الدورة التي استمرت نحو أسبوعين. نحن كثير مبسوطين وصلنا المركز الثالث أو الرابع، حس حنوصل المركز الثالث بإذن الله. لانه طلع فريق مثل الاو تي في امبارح لعبنا ضده ما توفقنا، ما حلفنا الحظ لانه كان عندنا لاعبين مصابين وانا كنت مصاب، بس مثل لاعبي الاجانب عم بحكي، بس فعلا عن جد هيك لانه لعبنا ثلاث اربع ماتشات ورا بعض. اليوم ان شاء الله بنعمل نتيجه، يعني الشباب شباب فريق المنار لعيبه بس اعمارهم تقريبا مثل ما هي، مش نحن بعدنا شباب، ما عم اقول لك شيء، نحن بس انه تفرق. كتير مبسوطين على فكرة، حتى النتيجة يعني الثالث رابع كتير مبسوطين فيها، لأنه كل واحد اختيار قدام اللي عم بيلعبوه. أنت حضرتك لحنت قولك غلط لوائل كفوري، قولك غلط أنك قولك غلط أنه عم تلعب مع عادل. بالعكس، إلا هيدي مش ظابطة، كل شيء قولك غلط إلا هلأ بهيدي. إيه قولك غلط من كلماتي وألحاني هي كمان الفنان وائل كفوري، وفي عمل جديد كمان للفنان وائل كفوري، غنية بعنوان بزعل عليك. التحدي كان على أربع مراتب، في المركز الرابع فاز تلفزيون المنار، والمركز الثالث كان من نصيب فريق الفنانين، المركز الثاني تلفزيون أو تي في، أما المركز الأول ففاز به فريق شوت بقيادة كابتن الفريق فراس حاتوم وأعضاء الفريق الذي ضم الزملاء رياض قبيسي ونعيم برجاوي الذي أحرز ثمانية أهداف. هلا أنا قاعد ومنزلين القواية، هلا إذا هني ربحوا برجع أنا بنزل. شايفين إنه الإعلاميين شوي عم بيكون في تنسيق أكثر بين بعض، أنا لاحظت إنه شوي في مشاكل، شفتوا عم تعيطوا على بعض؟ لا مش عم نعيط، نحن عم نقول أعطيني الطابة خذ الطابة، بعدين لنحكي صراحة يعني والله نحن كل خمس أشهر أربع أشهر بنلعب مرة، بس هني هيئتهم محضرين منيح. أتوقع إنه نفوز، لازم نفوز لأنه للأسف بالماتش الأول خسرنا بشكل مفاجئ. يعني ليش الأسباب برأيك؟ للتنسيق بين بعض؟ لا لا مش قصة تنسيق، قصة إنه تقدمنا 9-7 فكروا الشباب إنه ربحوا فصاروا كلهم بدهم يفوتوا جوال. إيه؟ بطل في ديفنس عنا، عرفت كيف؟ فلت الملأ هون. الكرة التي تسابق عليها الفنانون والإعلاميون انتقلت إلى نوع آخر من المتبارين، مخرجون في مواجهة مخرجين تعودنا عليهم يتبارون على إظهار أفضل الأغنيات المصورة، ويبدو أن الشاشات لم تسعهم لإبراز المواهب، فمن هو الأفضل؟ الكاميرا هي الكرة والمكان أرض الملعب. إلى فريق واحد ذهب كأس البطولة، هو الفريق الذي أحرز أكثر الأهداف في المباراة النهائية، لكن الهدف الأهم كان جمع الإعلاميين والفنانين على ملعب واحد. من ملاعب شوت، دلال بزي، قناة الجديد.